ننتقل أيضا إلى نجيب القحطاني مراسل تلفزيون دولة الكويت الموجود حاليا في منطقة المنقف في محافظة الأحمدي. نجيب صباح الخير، كيف هي حالة الطقس من موقعك نجيب؟ صباح الخير زميلتي مناير والزميله مها والاستاذ عيسى، ومثل ما تفضلت احنا موجودين في المنطقه الجنوبيه وفي محافظه الاحمدي. يعني الحمد لله امطار الخير والبركه على دوله الكويت الغاليه والكل ما شاء الله يشاهد، لكن الجهود التي تقوم فيها الجهات الحكوميه وزاره الاشغال، وزاره الداخليه، اداره النجده، الامن العام، قوه الاطفاء، الكل ما شاء الله يعمل بكل واجتهاد. تلاحظوا ما شاء الله الامطار ما شاء الله موجوده في محافظه الاحمدي، انا بالتحديد الان حاليا واقف يعني بالقرب من تقاطع منطقه فهد الاحمد ومنطقه الصباحيه والمنقف، وبالقرب من نادي الساحل، احنا تحت الجسر بالضبط. لو تلاحظوا معنا الان وزاره الاشغال ما شاء الله من افضل ما يمكن شغالين في وضع المضخات في كل مكان، كذلك تشاهدون العمال اللي موجوده يعطيهم العافيه في هذه الامطار، الكل يعمل ما شاء الله بكل اجتهاد. ولكن احنا ودنا نوصل رسالة للمواطنين والمقيمين، اللي ما عنده شيء ولا عنده أي شغلة برا خليه يقعد في بيته ويتابع تلفزيون دولة الكويت وإذاعة الكويت ويتابع القنوات الفضائية المعتمدة في دولة الكويت، لأن الحين احنا قاعدين نحذر ونحذر كذلك أن يبتعدون على المناطق اللي فيها الكهربائية، اللي في المخيمات اللي موجودة نتمنى لهم إن شاء الله السلامة، يكونون بعيدين في مكانهم على أساس أنه ما يتعرضون لأي عارض أو حادث موجود. لكن احنا نطمن الجميع، تلاحظوا ما شاء الله الان كاميرتنا قاعد تاخذ لقطات على محافظه الاحمدي، وراح نكون ان شاء الله موجودين معكم بتغطيه حيه مباشره للزملاء في الموجودين من ساعات الصباح الاولى في كل موقع موجود. لكن احنا نحب نطمنكم، هذه امطار خير، امطار بركه على دولتنا الغاليه، وتشوفوا ما شاء الله الامطار ما شاء الله في محافظه الاحمدي وبالتحديد الان في منطقه الصباحيه ما شاء الله. شوفوا الحين انا ما شاء الله انا واقف الامطار ما شاء الله من احلى ما يمكن، هالامطار الجميله الحلوه على دولتنا الغاليه. هذا كل ما لدينا زميلتي مها ومناير والاستاذ عيسى. يعطيك العافية نجيب القحطاني. نلاحظ مثل ما ذكرت وشرحت لنا التفاصيل بأن منطقة المنقف عندكم ما شاء الله الرشة بعد وايدة، إن شاء الله الله يجعلها أمطار خير وبركة على الجميع، ونريد نعيد الحيطة والحذر للجميع والخروج إلا للضرورة.